أهل العلم فقه من هذا الحديث أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. والحق عندي أن هذا ليس فيه دليل على أنها في النار، بل إن غاية الأمر أن يتوقف في أمرها، إذ أنه من المحال أن يحكم عليها بكفر، والنبوة والرسالة وتوحيد الألوهية لم يعرض عليها، فإنه لا يقال لكافر أنه كافر إلا إذا عرض عليه الدين فلم يقبل، لأن كفر في اللغة بمعنى غطى ووارى، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وهذه المرأة ماتت وسيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام يومئذ في السادسة من عمره، أي أنه قطعا لم تشهد بعثته ولا نبوته ولا تعلم شيئا مما أرسل به. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فمن يدخل النار قال لرسله، قال لنبيه الذي أرسل إليه، سواء من أمة محمد أو من غير أمة محمد، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهذه المرأة لم يقع منها هذا، ولم يقع كذلك من عبد الله أبيه، فما يقال في حق آمنة هو ما يقال في حق عبد الله. والصواب عندنا، وعليه كثير من أهل العلم، وقال به شيخنا الشنقيطي رحمه الله، أن حالهما أن يتوقف في حالهما، ولا يحكم لهما بجنة ولا نار. ولو قال قائل إنه يرجى لهما من فضل الله عز وجل ورحمته ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده أن يكون من أهل الجنة لما أبعد، بل نرجو الله ذلك، لكننا لا ندعو به، لأنه إن الدعاء عبادة وشرع، وهذا لم يشرع لنا. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم منع أن يستغفر لها، فمن باب أولى أن لا نتجرأ ولا نقتحم ما ليس لنا، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ونقول نقف عند حدود ما علمنا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لكن لا نقول إن في الحديث ما يدل على أنها في النار، فليس للنار ذكر في هذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد. نأتي لهذا حاله صلى الله عليه وسلم مع قبر أمه. كانت هناك امرأة تقوم المسجد، في بعض الروايات أنها شاب، وهذه المرأة التي تقوم المسجد ماتت، فالصحابة رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت ليلا ما أحب أن يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخبروه، لم يعلموه. فلما فقدها وسأل عنها أخبروه، قال: هل أذنتموني؟ أيعلمتموني؟ ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى القبر فصلى عليها، ثم قال، وهذا موضع الشاهد: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم، فانظر إلى عظيم رحمته وعظيم بركته صلى الله عليه وسلم. حتى الموتى في قبورهم في زمن حياته عليه الصلاة والسلام ينالهم شيء من بركته، فبركة دعائه وصلاته عليهم صلى الله عليه وسلم يجعل تلك القبور تملأ نورا، بعد أن كان في أصلها، مملوءة ظلمة على أهلها. صلوات الله وسلامه عليه ما أعظم رحمته وما أجل بركته. فهذا دليل على عظيم بركته صلى الله عليه وسلم وعلى حال قبر حصل له. كذلك لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسأل عن الأرض التي بركت فيها الناقة، أخبر أن فيها قبور لبعض أهل الإشراك وأن فيها خرب، فأمر بالخرب فسويت وبالقبور فنبشت، وعلى ذلك الموضع بنى صلى الله عليه وسلم مسجده الطاهرة الشريف. حدث صلى الله عليه وسلم أمته عن عذاب القبر، وأخبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وعلمنا أن نقول عند ختام صلاتنا قبل سلامنا: اللهم إني، يقول أحدنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فيتعوذ المؤمن من عذاب القبر، فعذاب القبر حق. وقد مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم أخبر ببعض حالهما، ثم دعا
بجلدة الرطبة فقسمها على هذين القبرين وقال إن أنه يرجو الله عز وجل أن يغفر لهما ما لم تيبس، أي ما دامت رطبة فإنهما تسبحان. أيا كانت العلة في ذلك وأيا كانت نظرة الفقهاء إلى هذه المسألة، هل هذا من خصائصه أو هو عام، والأغلب أنه من خصائصه، لكن المقصود بيان بعض حاله صلى الله عليه وسلم مع بعض أحوال أهل القبور. كذلك أيها المؤمن ينبغي أن تعلم أنه هو صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه وحفر له اللحد، وضع صلى الله عليه وسلم في قبره، ونزل قبره عصبته علي بن أبي طالب وأسامة مولاه وقثم بن عباس وشقران بعض آل بيته، ويقال إن آخرهم خروجا كان قثم بن عباس رضي الله عنه أرضه، ولهذا عد قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. بني على لحده صلوات الله وسلامه عليه 9 لبنات، ثم حثي التراب على القبر لا على الجسد الطاهر الشريف. وقد دل الشرع، دلت الأحاديث على أن القبور الأجساد فيها تبلأ، كل جسد ابن آدم يبلأ يقول صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب. فلما قال عليه الصلاة والسلام لهم إذا كان يوم الجمعة ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي، قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، أي أضحيت رميمة، يعني هذا الأصل. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء في قبورهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن أخيه موسى بن عمران أنه مر به ليلة أسري به وهو قائم يصلي في قبره، أي مر عليه الصلاة والسلام وهو ماض من المسجد الأقصى يعرج به إلى السماء السابعة، رأى موسى بن عمران قائما يصلي في قبره. ونحن لا نعلم كيفية هذه الصلاة التي كان يصليها موسى عليه الصلاة والسلام في قبره، وقد يقول قائل كيف رآه في قبره يصلي ثم بعدها رآه في السماء السادسة. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء على أن عالم الأرواح لا يقاس بعالم الأجساد، وأن عالم الأرواح لديها من الخفة والقدرة على التنقل ما لا يعلمه إلا الله. ثم إن حياة البرزخ التي يعيشها موسى ويعيشها النبيون ويعيشها كل أحد مات تختلف تماما عن حياتنا الدنيا، والله عز وجل قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جاء في الأحاديث الصحيحة أن الصدقة تذهب عن أهلها حر القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ طرائق عدة لترغيب المؤمنين في العمل الصالح، من ذلكم أنه يبين ثواب ذلك العمل. فلما سمع صلى الله عليه وسلم دف نعلي صوت نعلي بلال بن رباح في الجنة سأله أخبرني بأرجى عمل لك في الإسلام، فقال بلال أنني ما توضأت يوما إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات ذكر أن من أثرها على صاحبها وفضلها على من قام بها أن هذه الصدقات تذهب عن أصحابها حر القبور، وهذا مطلب عظيم وموئل كريم ينشده المؤمن ويطلبه في أن الله عز وجل يخفف عنه حر القبور. فحياة القبور لا يعلمها إلا الله، لكن كلما كان الإنسان قد خرج من الدنيا متزودا بالإيمان والعمل الصالح وله من الخير الشيء الكثير كان ذلك له وقاية في قبره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الطهور شطر الإيمان، ويقول إن الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، كل ذلك يحمل على ما يكون في قبر الإنسان حال كونه في البرزخ. ولما يعلم الإنسان أن عذاب القبر حق كما أن نعيمه حق يأتي لما كتب الله عز وجل، لما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله أنه سبب في عذاب القبر وسبب في نعيمه، فما كان في الأول يتحاشاه وما كان في الثاني من النعيم يأتيه ويزدرف إليه، لأنه يعلم أنه لا طاقة له بعذاب القبر فضلا عما بعده عياذا بالله من عذاب النار. هذه القبور كلها تنشق عن أهلها
كما أخبر الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.